أهلا بكم من جديد مشاهدينا في جولة عصر اليوم الإخبارية من قناة رافدين نواصل نقاش نقاشنا حول القمة الخليجية المنعقدة في مدينة العلا السعودية وللحديث و تفاصيل حول هذه القمه ينضم الينا ويحضر معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين السبعوي اهلا بك من جديد يا أستاذ حسين كيف يمكن قراءة هذه القمة التي وصفت بالتاريخية والاستثنائية رغم انعقادها في دورة عادية؟ يعني ليست بهذا المستوى اللي يتكلم عنها لانه اس المشكله لم يعالج لحد هذه اللحظه، لحد الان الشعوب الخليجيه لا تعرف ما هي المشكله التي ادت الى هذه القطيعه لمده ثلاث سنوات مع قطر مشكله بسيطه جدا ادت الى تمزيق دول الخليج، فكيف تعتبر هذه القمه خليجيه؟ نعم تاريخية نعم الشعوب الخليجيه بامس الحاجه لمثل هذه القمه، الشعوب العربيه تحتاج الى هذه القمه وتتطلع اليها وتتطلع الى وحده خليجيه ومصالحه خليجيه، لكن ال للاسف انا اعتقد انه ما زالت اسس المشكله الداخليه والخارجيه قائمه وبامكان اعاده هذه المشاكل اذا ما عولجت من الداخل الخليجي وعولجت ايضا بمنع التدخل الخارجي في سياسه دول الخليج والمس في سيادتها، اما الشعوب الخليجيه بالتاكيد تتطلع لهذه القمه لانه قبائل الخليج متداخله الخليج يمتلك مقومات الوحده الخليجيه، قوميه واحده، دين واحد، جغرافيا واحده، موارد بشريه، موارد ماليه، كل هذا متوفر لكن غياب الاراده السياسيه، وهذه المشكله لم تعالج لحد هذه اللحظه، ما زال الحاكم الخليجي هو صاحب القرار الاوحد في العلاقات الدوليه، لا توجد مؤسسات تمنع او تعالج مثل هذه المشاكل، ما كان لو كان هناك مؤسسات داخل دول الخليج لمنعت او لحدت من هذه الازمه وما كان وصلت الامور الى ما وصلت اليه الان. استاذ أه حسين كيف يمكن قراءه المشاركه الدوليه في هذه القمه الخليجيه لو نتحدث مثلا عن كوشنر لو نتحدث عن المشاركه المصريه في ظل التحديات الحاليه في المنطقه العربيه. يعني وجود كوشنر في القمه الخليجيه هو نفسه كان وجوده في بدايه الازمه بمعنى من كان هو المشكله اصبح الان هو الحل وهذا هو ال الذي لا يطمئن الشعوب العربيه ولا المؤسسات بانه سيكون حلا جذريا للمشكله العربيه مم. اعتقد ولايه ترام ارادت ان تصفر المشاكل قبل مجيء بايدن وتحل هذه المشكله التي ان كان ناتجها يساوي صفر مزقت وحده الخليج، لا يوجد فيها اي مصلحه لا للولايات المتحده ولا مصلحه لدول الخليج، استفادت منها ايران والصهاينه. بعض الدول ذهبت الى التطبيع وبعضها ذهبت الى فتح علاقه مع ايران كانت بغنى عنها. فبالتالي يعني هي الخاسر ايضا وهي من ضمن الخاسرين لم تستفد منها. وجود وزير خارجيه مصر اعتقد هو كان المدعو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولم يحضر وبالتالي هذا السبب مع ايضا غياب ابن زايد <applause> رئيس ولي عهد الامارات واعتقد هذه الشخصيتين ايضا كانت جزء من المشكله كبيره في المشكله الخليجيه وغيابهم يؤشر على عدم الحل الجذري لهذه المشكله ممكن اثاره المشاكل مع دول ما لم تتخلص السعوديه من التاثير على القرار السياسي من قبل الامارات ومصر ستبقى هذه المشكله اعتقد مستمره او ممكن اعادتها بسيناريو بسنا... جديد، لا يمكن انه بسبب اختراق قناه وبسبب فبركات اعلاميه تصل القطيعه ولحد لولا التدخل التركي في, ال... في الوقت الحرج وفي ال... في الوقت المناسب لكان ممكن ادى الى اجتياح دوله قطر. على ماذا؟ على انه اختراق قناه قطر ومن ثم فبركه بيان مفبرك، م. هذا الامر لا يمكن، اين الامن القومي؟ اين مصالح الدول؟ اين اراده الشعوب؟ كل هذا غيبت بلحظه واحده ومن ثم يؤدي الى ما وصل اليه الامور، انا حقيقه يعني نقول هذه القمه تحتاجها الشعوب بامس الحاجه ولكن الذي يحتاجها اكثر هم الانظمه السياسيه في الخليج وعليهم ان يتداركوا الخطر قبل وقوعه. بعد كل هذا النظام، مثلما تفضلتم أستاذ حسين، استقبل أمير قطر من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعناق حار، كيف يفسر هذا الترحيب؟ ما هي انعكاساته؟ هل ستترجم بافعال اخرى من بين العلاقات السعوديه القطريه؟ هو حقيقه الاستقبال كان جيد، الترحاب كان جيد، لكن يحتاج الى ترجمه الى على ارض الواقع الى فعل الى عدم العوده لمثل هذا الخطا الاستراتيجي الذي ادى بتمزيق دول الخليج، وهذا ما يشكك فيه المتابع العربي والباحث العربي يشكك في انه ترجمه هذه الأقوال إلى أفعال لأن ما زالت الإرادة الخارجية مؤثرة في قرار السياسة الخليجية ما زال غياب مصلحة القومية والأمن القومي على أساس المصلحة الشخصية للحاكم العربي أيضا مقدمة على هذا الأمر ما زالت إيران لها تأثير كبير على دول الخليج وهي طامعة في هذه الدول ما زال إسرائيل لها تأثير أعتقد الأزمة تحتاج إلى وقت طويل حتى تحل وليس بهذه المعانقة البسيطة وصف البيان الختامي بانه بيان تضامني، بيان العلا تضامني. ما طبيعه التضامن الذي خرج به القاده الخليجيون في يعني هذه القمه؟ لو عدنا الى تاسيس دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي عام 1981 كان لديه اهداف، هذه الاهداف لم تحقق لحد هذه اللحظه، نعم الوحده الخليجيه موجوده كوحده سياسيه لكنها لم تتحول الى وحده كونفدراليه، لم يتح... لم تنتقل الى الحاله الاقتصاديه بحيث وحده العمله الخليجيه كما هو هو الحال في الاتحاد الأوروبي آه لم تترجم الوحدة الأمنية للخليج فبالتالي أعتقد يعني هو أصل أصل الـ 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 تأسيس مجلس التعاون لم يتحقق اهدافه لحد هذه اللحظه، يحتاج الى وقت طويل، تحتاج الى اراده سياسيه، يحتاج الى الشعوب ان تضغط على حكامها ومنع التدخل الخارجي لكبح جماح ايران واسرائيل من تدخل لان هم هذه الدولتين الطامعه في دول الخليج، ودول الخليج لديها من الوارد الماليه التي يسيل عليها لعاب هذه الدول وهي الوحيدة اللي بقيت تقريبا في المنطقة العربية متماسكة أو لم يمسها الفوضى الخلاقة لحد هذه اللحظة ضمن مشروع كوشنر نعم بالحديث عن الوحدة الاقتصادية كانت هذه فترة القطيعة فرصة لعدد من الدول في الخليج لبناء الاقتصاد الذاتي أو بناء شركات اقتصادية دولية كيف يمكن قراءة ذلك وهل خدمت فعلا هذه القطيعه؟ هو كان درس هي القطاع عاده لا تخدم لكن استفاد م. منها كدرس استفادت قطر بالاعتماد بالاكتفاء الذاتي، اعتمادها على وجود شركاء اخرين، لكن لا ننسى انه اضطرت الى الذهاب الى ايران، واستفادت ايران من خلال نقل تنقل الطائرات الترمب الجوي الذي منعته السعوديه الى مليون دينار تقريبا سنويا استفادت ايران من هذا الاتفاق فكان هناك يعني حقيقه تصرف مسؤول من قبل الدوله القطريه ورأسها الشيخ تميم عندما لجأ الى الى الدوله التركيه واستطاع ان يحافظ على امنه القومي من خلال التدخل السريع اضافه لفتح علاقات اقتصاديه وتجاريه مع تركيا، لكن اعتقد أس المشكله ما زال موجوده ويمكن اعاده هذه المشاكل. ماذا عن الدور الكويتي والجهود التي ربما كانت سبقت أمير دولة الكويت الحالي كانت مع الراحل الامير الراحل جهود الدوله الكويتيه سابقا كان الامير صباح والان الامير نواف هي منذ البدايه كانت لوحده الخليج لانه الكويت تتاثر سلبا باي فراق خليجي باي ازمه خليجيه لا ننسى انه مجلس التعاون الخليجي اصل فكرته هي فكره امير الكويت الشيخ جابر يعني تاسيسها كانت هي فكره الامير الكويت الشيخ جابر عام 1981 فبالتالي وهي دوله صغيره تتاثر بالنزاع الخليجي والخلاف الخليجي هي تحد إيران تحد العراق تحد السعودية وأيضا أصابها بعض الغبار من هذه الأزمة وخصوصا خصوصا من الإمارات ومن السعودية شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين سبعوي حضرت معنا في استوديو عصر اليوم من قناة الرافدين